فريق الصقور السعودية. صعود إلى الأعلى بزاوية حادة وتغيير التشكيل أثناء الصعود إلى شكل السهم. تستمعون الآن إلى محادثات قائد الفريق بإعطاء الإعاز إلى باقي المجموعة. الانقضاض إلى الأسفل ومن ثم انعطاف إلى يمين المنصة والرجوع مرة أخرى بشكل جديد. ينقسم عرض فريق الصقور السعودية إلى قسمين، الأول عندما تكون طائرات السرب السبع مجتمعة معاً لأداء تشكيلات جماعية لها دلالة في المعنى، والقسم الثاني عندما ينفصل الفريق إلى عدة ثنائيات والقيام ببعض الحركات الجوية الخطرة. الدخول من على يمين المنصة بشكل التايفون تيمناً بطائرة التايفون أحدث الطائرات المقاتلة انضماماً للخدمة القوات الجوية. يستخدم الفريق سبع طائرات وهي من نوع هوك وتعد الأفضل للقيام بمثل هذه المهمة نظراً لحجمها المناسب وخفة ومرونة حركتها. التشكيل القادم يتعمد الفريق الطيران فيه بهذا الشكل إهداء إلى شهداء أوطاننا، حيث تقوم طائرتان من يمين ويسار قائد التشكيل بالطيران بشكل متوازي لا تتعدى المسافة بين أجنحة الطائرات المتر الواحد. إني لأرفع عقيدي شلت يد تسعى إلى تفريقنا وتحطمت نظرات كل مسودي. استدارة أفقية كاملة أمام المنصة وتغيير التشكيل إلى شكل الصقر. مغادرة الفريق وسيعاود الدخول من على يمين المنصة. يعتبر فريق الصقور السعودية واجهة إعلامية للقوات الجوية للتعريف بإمكانياتها وكفاءتها ومقدرة الطيار والفني على تطويع الآلة وإبراز الوجه الحضاري للقوات الجوية، كما يعزز شعور المواطنين بشمولية وشموع قواتهم المسلحة.
يقوم قائد الفريق بإعطاء الإعاز إلى سعودي 6 وسعودي 7 للالتفاف على باقي المجموعة الدخول من على يمين المنصة. سيعاود الفريق الدخول من أمام المنصة، ولكن هذه المرة في شكل مغاير، حيث ستقوم 5 طائرات برسم النخلة، وتقوم طائرتان برسم السيفين شعار المملكة العربية السعودية. وبهذه الأداء دخل الفريق موسوعة جينيس العالمية للأرقام القياسية لرسمه أكبر شعار دولة في السماء. سيكون رسم شعار الوطن من أمام المنصة. سيدي خادم الحرمين، أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، أمامكم مباشرة السيفين والنخلة. وطني ستحيا ما حيينا شامخا، تعلو بهمتنا يسود لواكا. يقوم الفريق الآن بالانفصال لأداء بعض الحركات الممتعة الخطرة. ستقوم طائرتان الآن بالدخول من على يمين المنصة، وطائرتان بالدخول من على يسار المنصة، وتتقابل مفاجأة بحركة ممتعة أمام المنصة مباشرة. تنفصل طائرة من كل تشكيل ثنائي وتغادر فيما يهم الثنائي بالدخول من على يمين ويسار المنصة لتتقاطع وجها لوجه. ومن على يسار المنصة وبزاوية 45 درجة تشاهدون دخول 3 طائرات، سعودي 1 وسعودي 2 وسعودي 3 بالمحافظة على المسافات. وتقوم طائرة سعودي 4 بالالتفاف المحوري رغم انعطاف الطائرات يسارا قبل المغادرة. Thank you.
وفي لوحة تعبيرية إهداء للدول المشاركة أمام المنصة مباشرة، يقوم ثنائي برسم القلب ويقوم الثالث برسم السهم. سعودي 6 وسعودي 7 لرسم القلب، وتقوم طائرة سعودي 5 برسم السهم بكل احترافية. سيعاود الثنائي الآن مجدداً سعودي 6 وسعودي 7 من على يمين ويسار المنصة للمواجهة المتعاكسة. من أمام المنصة تقوم 5 طائرات بالتقاطع مع بعضها البعض في حركة تسمى الكماشة. وهذه الحركة تتطلب الكثير من المهارة والتركيز. دخول الثنائي من على يمين ويسار المنصة لعمل مناورة خفيفة. الصعود إلى الأعلى ومن ثم معاودة الدخول من على يمين ويسار المنصة لعمل تقاطع آخر. تم تشكيل الفريق بعام 1418 هجريا، ومنذ ذلك الحين وهو يشارك في فعاليات محلية وإقليمية ودولية مبرزا ما وصلت إليه قواتنا الجوية من تطور. من على يمين المنصة دخول 5 طائرات، وبحركة موحدة بعد إعاز قائد الفريق تقوم الطائرات بالالتفاف المحوري في نفس الوقت.
سيعاود الثنائي سعودي 6 وسعودي 7 بالدخول هذه المرة من أمام المنصة. سيعاود الثنائي الدخول من على يمين ويسار المنصة لعمل حركته الأخيرة. دخول التشكيل الخماسي من على يسار المنصة بزاوية 45 درجة في تشكيل يصعب عادة الحفاظ عليه، حيث تقوم 5 طائرات بإنزال عجلات الهبوط والطيران بتشكيل متقارب وبسرعات بطيئة. وعند المغادرة من جهة اليمين ستلاحظون دخول طائرة بسرعة عالية لاختراق هذا التشكيل. إن الفكرة السديدة من إنشاء فريق يقوم بأداء العروض الجوية التي تتطلب أداءها الكثير من الجهد في التدريب والاحترافية في التنفيذ هي عكس الصورة المشرفة لما وصلت إليه قواتنا الجوية الباسلة والقوات المسلحة بشكل عام من كفاءة عالية وجاهزية واستعداد. يقوم الفريق بالتجمع مجدداً وهذه المرة بالطائرات السبع مجتمعة وأداء آخر حركة لعروض هذا اليوم وهي حركة الانفجار من أمام المنصة، وهي حركة تتطلب القوة في التركيز وانتباه من قبل الطيارين وذلك لقرب الطائرات من بعضها البعض وتغيير اتجاهات زاوية الانفصال بسرعة كبيرة وفي أجزاء من الثانية، وتحتاج مرونة في التحكم وإتقان في تحديد الاتجاه. دخول الفريق من أمام المنصة. ختام العروض الجوية. سيدي خادم الحرمين الشريفين، ضيوف المملكة العربية السعودية الكرام، أيها الحفل الكريم، وبهذا تنتهي فعاليات التمرين المشترك رعد الشمال، سائلين المولى عز وجل أن يديم نعمة الأمن والأمان على جميع الأوطان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام الملكي. راحة ثابت
استعد. ابطال سلاح. السلام الملكي. سلام.